انا ايش علي اكتب ريحتكم مو طيبه ضل ما اعمل عليه يلا يلا اسكت انت عبالك نفسك مدير لو معلم والله بس تجي المعلم لا اقول لها عليكم السلام عليكم ها شنو يا بنات هذا الصوت العالي قيان ورحمة الله وبركاته. شلونكم إن شاء الله بخير. شلون الصوت العالي؟ ما يصير أنتم بنات حبابات يعني ما يصير هيك الصوت العالي. حبيباتي بعد لا تعيدون هذا الصوت عيب لأن. أنت عيني إيش فيك شو واقف؟ ممكن أروح للحمامة؟ أنت هاي صار لك 60 سنة صف الأول امشي وما تغير صوتك امشي. يلا استريحوا. الآن سنوفا. الطالبة زهور على المزيون الطالب علوش عليوي بالله نبلش بالفيديو حبيت اقول لكم انه الفيديو القادم عيد ميلاد مريم متابعين القناة ومتحمسين إلها عيد ميلاد نصنوصة 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 عشان هاي المعلمة عني مشوف كافي يا بنات ما اريد اسمع صوت طبعا هالسنة بداية جديدة وإن شاء الله يا رب سنة خير عليكم وعام دراسي جديد المهم أريد كل وحدة تعرفني عن نفسها يا بناتي الحلوان شنو اسمك؟ أنا اسمي عسولة الكفوش عسولة الكفوش أهلا وسهلا وأنتي أنا اسمي مريم علي علي آه تمام تيتي شنو اسمك؟ أنا اسمي زهورة المزيونة أهلا وسهلا بطالباتي الحبيبات إن شاء الله يا رب هاي سنة خير عليكم وأريدكم كلكم تطلعون هواء اللي تفضل حبيبي ودي شكرا شكرا اهلا وسهلا عيني صديقاتك كلهن عرفن عن نفسهم بس بقيت انت شنو اسمك ولا زحمه انا اسمي علوش علاو علاو علوش علاوي بس انا ما رايده الدلع انا رايده فقط اسمك يلا يلا صاير دلع نفسك انت هو كسلان تمام اسمك علي تمام بدون عركه بدون صوت اسمك علي اهلا وسهلا تمام تمام ما يصير هيك نحكي بس هاي اللي بهاي البنيه اللي بالنص غير فد وحده كسلانه حبيباتي انا اسمي ستنوفة كافي يلا طلعوا اقلامكم ودفاتركم يلا طلعوا اقلامكم يلا يا الله دفاتري لحقون على المعلمة نسيتي هنا اسكت اسكت لقيت الحل شكو بس قلت لها باكر تحط لي دوله بس خاف دوله يعني انت امك ايش رايده تحط لك
حبيبتي هاي قصت لبنيتي امك شايله تحط لك سمك رادت سمك سمك بالصف الزفر السمك الزفر كمل عاد كمل الدرس امك شايله تحط لك برياني برياني واو كلش احبكم انا صراحه كلش لطيفات انتم كملوا ماما كملوا اكل عاجبك على سمك سمك وتمي احمر لا عيني انا ما اكل السمك ما احبه ايش بيك بدال ما عازميك انت ايش تسوين يلا يلا قومي درسي للاسماء روحي اوف من هاي المعلمه ما تقبل شي على الحسوه بيباتي وهسه اجينا للدرس الرياضيات عندنا 4+1 طبعا انا ادري فيكم كلش ذكيات وشطورات تمام ماما تمام خليتكم تمام انا قوم وحده وحده قعدوا انا قوم وحده وحده قعدوا مريم مريم زهراء زهراء تعرف زهراء 1+4 علي علي ملك الرياضيات 1+4 يا علي 5 أعلمكم إذا ما أقول لما سيد أنا بشفتهم سيد أنا دول ثلاثتهم قاعد يغشون بالامتحان غش قولي منو دا يغش هسه راح أشوفك كليتهم دقيقة جبت الكاميرا حتى نوديها للمدير نشوف لهم إياه صور لي أحمد سيد باع علي أقعد هنا باعي هاي الأولى حسولة شوف الورقة وين حاطتها شفت وين حاطة الورقة وهاي الثانية الطالبة مريم باع وين أشيليها شفتي شفتي شلون حاطة الغلط وباقي هاي زهرة زهوري شفتي وين حاطت هنا حتى تحكين بعد علي اسحبيها عافية عافية وست ست اقولش على شغلة اقولش على شغلة شوفي كليتهم هسه يشهدون انه مريم هي اللي منو سواها مريم مريم هي اللي سوتها مريم هي مريم اللي علمتهم على الغش قبل لا تروحين حبيبتي المعلمة راح اودي هذا الفيديو للمديرة للمدير هاي الفيديو والحق يجيب لي اياه اوكي هسه قاعدين عقلك حبيت اقول لك تقومين توقفين يم الباب تكرجي لي يعني المدير قرر انه انت تتعاقبي لي
يلا المدير قال لازم اصور الدرس هذا كليته واشوف الهيان وشلون البنيه راح تتعاقب الطالبه الشريره مريم علي. نعم اقعد بمكاني. مريم انتي شريره انتي شريره هسه جيتي صرتي فقيره. مريم لان هذا التصرف اللي سويتيه غلط لازم تتعاقبين عليه. بعد ما عيدها اكيد بعد ما تعيديها. واذا عدتيها مريم فصل من المدرسه وادس على اهلك. اوكي حتى خلي حتى كل شيء من عندي ذبيه. الشرع وفي لا صيري طالبه شريره صيري طالبه حبابه. يلا روحي رجعي مكانك. شفت انا اسوي هيجي هيجي هذا عقاب ليوبش. وقت النتائج. بنات شنو صارت اليوم النتائج؟ الأولى على الصف. لا يا أولى. لا يا أولى أنت مريم. أصلاً أنت اللي غشيتي أنت اللي راح تخسرين هذا. لا والله أنتوا تيلكم اللي راح تخسرون وعلي اللي حصل. شفتوا أني أكثر وحدة اللي ضاع درس بيكم. اليوم النتائج راح اسوي هسه اوزعها وما اريد اسمع اي صوت. انتي شنو تتوقعين نفسك راح تطلعين؟ الاولى. وانتي شنو تتوقعين نفسك؟ حتمي الاولى. وانتي شنو راح تطلعين؟ وانا كلكم اوائل مو لا تشكوا مسويات مصايب يا الشريرات. حسولي الكفوشه. مليومه عيني عيني. زهوره المزيونه. جاهزين للنتائج متحمسين؟ هسه راح ابدي ادي اسم اسم واقول شنو طالعين. طبعا مريم علي طالعه متحمسين خوي زهوره وعسوله. تدرون انتم شنو طالعين؟ هسه اعطيكم النتائج.